الحمد لله ذي الصفات العلية. الله يفتح عليك. الله 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 يزيدك. مستدرا فيض البركات على ما أنا له من الخير وأولى. سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان. سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من الوصف الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا المولد الشريف. حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إجلالا وإعظاما للذي في بطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. وقالت: ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان، زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان. فتبادرت بزينتها الحور الحسان، وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا وما جف ثقلان، وتجلى الملك الديان من غير حركة ولا انتقال: تعالى ربنا ذو الجلال والإكرام. ثم إن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب، وانشر نوافح المسك الذكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار. قالت آمنة ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم. يا سلام. فحرت وقد اشتدت بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحي على بطني وقال انزل يا نبي الله انزل يا حبيب الله فعانني عالم الغيب والشهاده صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة الصلاة والسلام.
السلام.